بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إثر نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف وما نتج عنه من وفيات وإصابات وعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة ولأسر المتوفين سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية